صور تاريخية فبركها زعماء العالم لأنفسهم من أجل الدعاية، ما القصة؟ قد نتوقع أن يكون هناك فبركة لبعض الحقائق التاريخية، لكن فبركة صور فوتوغرافية في زمن خال من الفوتوشوب قد يبدو الأمر غريباً. حدث ذلك حين قام بعض زعماء العالم أمثال هتلر، لينين، ستالين، تشرشل وغيرهم بتعديل صور لهم بهدف التأثير على شعوبهم، حيث كان يتم التعديل على الصور يدوياً، وذلك لغياب تقنيات الفوتوشوب آنذاك، وقد نجحوا في خداع شعوبهم. والبداية مع صورة تعود لعام 1937 يظهر فيها أدولف هتلر ووزير الدعاية جوزيف غوبلز وهما مع مجموعة، لكن قام هتلر بحذف غوبلز من الصورة الأصلية بهدف أن يبدو قوياً بمفرده في إدارة ألمانيا النازية. وهنا صورة للزعيم الفاشي الإيطالي موسوليني أراد أن يظهر فيها بشكل قوي، فأزال مروض الحصان منها ليعطي انطباعاً بالقوة والاستقلالية. أما هذه الصورة فيظهر فيها أحد أهم المفكرين الماركسيين ليون تروتسكي وهو ينزل عن الدرج بعد أن كان يقف بجانب لينين، لكن تم التزوير بحذف تروتسكي من الصورة ليظهر لينين بمفرده يخاطب حشداً ويبدو كأهم شخص قيادي آنذاك. هذه الصورة تعود لعام 1936 يظهر فيها رئيس الصين ماو تسي تونغ بجانب بوكو أحد حلفائه سابقاً الذي تحول لعدو له فيما بعد، فقام الرئيس ماو بإزالته من الصورة. التقطت هذه الصورة أثناء الحرب العالمية الثانية لأحد الضباط السوفييت أثناء رفعه العلم على مبنى الرايخستاغ في برلين بألمانيا عام 1945، وظهر بها الضابط وهو يرتدي ساعتي يد فيما يبدو أنه سرقها، وتم تعديل الصورة بإزالة إحدى الساعتين وترك الأخرى كي لا تدل على النهب الذي حدث، وذلك قبل أن يعاقب ستالين الضباط اللصوص بالإعدام. في الأربعينيات التقطت هذه الصورة لوينستون تشرشل وهو يلقي التحية الشهيرة بإصبعين مع سيجاره المشهور به، تم التعديل بحذف السيجار عندما عرضت الصورة على القنوات الأجنبية. وهنا يظهر رئيس الوزراء الكندي ويليام ليون ماكنزي مع الملكة الأم والملك جورج السادس. عدل رئيس الوزراء الصورة من دون الملك لاستخدامها على ملصق انتخابي، معتقداً أن صورته مع الملكة بمفردها ستعطيه مزيداً من القوة والمكانة. ونختم بهذه الصورة التي أضاف فيها جوزيف ستالين نفسه إلى جانب لينين أثناء احتضاره عام 1922 ليجعل الأمر يبدو كما لو أنه زاره قبل وفاته. هذا هو التاريخ، يسرب الحقائق ويزيفها ويترك للناس الشك أو التصديق. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا كي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.